النهارده نموذج من هذه النماذج ان احنا يكون عندنا حدث عالمي، لكن احنا في البدايه خططنا كوزاره الشباب والرياضه وقعدنا مع كل الشباب وقلنا لهم انطلقوا واعملوا شركات هنساعدكم، شركات رياضيه، وده جزء من رياده الاعمال لان احنا وزاره الشباب والرياضه. احنا مع تراي فاكتور او الشركه دي احد الشباب اللي بيديرها بيعمل هاف ماراثون في الهرم، بكون موجود كوزاره، ودورنا تسهيل كل ما هو يجب من اجراءات حكوميه. كنت أعمل في المغرب منذ 38 عاما وأفتخر كثيرا بالتواجد في مصر وإقامة هذه الفعالية الرياضية ماراثون الرمال في دولة رائعة يعود بفوائد بمجالات وزوايا مختلفة، تبدأ بمشاركة واسعة لأبطال أولمبيين وشخصيات دولية مهمة من مختلف العالم وحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين الدوليين، مما يدعم ويؤثر على السياحة المصرية من خلال التعرف على الحضارة الفرعونية كالأهرامات والأقصر والعديد من الأماكن الأثرية. ماراثون الرمال الدولي ده سباق عالمي بيتنظم في أكثر من 10 بلاد حوالين العالم، وإحنا فخورين إحنا مستضيفه في مصر أول مرة. هيتم تنظيمه في شهر 11 اللي جاي في محمية وادي الريان في الفيوم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة ومحافظة الفيوم طبعا، وبتنظيمنا احنا كتراي فاكتوري، واحنا يعني طبعا مشاركة 500 متسابق. استضافتنا للسباق ده في الفيوم وفي كامب اصول العرب حدث مهم جدا جدا طبعا للفيوم والمصر ولينا، لان احنا بنمثل ترند قوي جدا الا وهي السياحه الصحراويه والسياحه البيئيه. العالم كله دلوقتي بقى فيه طبعا غير المزارات الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها في مصر سواء في الاقصر واسوان والقاهره والجيزه والبحر الاحمر، في كنز عندنا في مصر اللي هو السياحه البيئيه والسياحه الصحراويه. السياحه الصحراويه بتاعت مصر مميزه جدا 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 وان شاء الله هتبقى على الخريطه بشكل قوي. الفعاليه تحديدا او التحدي في ماراثون الرمال هو 120 كيلو جري في صحراء الفيوم على مدار 4 ايام. طبعا تحدي جامد جدا مش بيحصل في كل حته في العالم، بالعكس الشركه الفرنسيه بتيجي وبتختار بنفسها، واحنا عملنا جوله كل انحاء الجمهوريه لحد ما يختاروا الصحراء اللي هم بيدوروا عليها. بعد ما شافوا الصحراء البيضاء والصحراء في البحر الأحمر وغيره اختاروا محافظة الفيوم وبالتحديد وادي الريان.